للمزيد ينضم إلينا من دبي تشو شوان الكاتب والمحلل السياسي الصيني. سيد شوان، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي ترمز إليه هذه الخطوة، وهل هذه الخطوة في ذاتها يمكن أن تشكل قدرا من محاولة إذابة الجليد بين الدولتين؟ أولا كل شيء أود أن أؤكد أن هذه الاتصالات في لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى كلا الجانبين، حيث نعرف أن العلاقات الصينية اليابانية قد شهدت تواترا مستمرا خلال السنوات الأخيرة. أعتقد أنها بسبب كثير من العوامل، ولكن هذه المرة يقام هناك اتصال هاتفي مباشر بين وزيرين دفاع الجانبين. أعتقد أن هذا اتصال هاتفي يعني مناسب ومهم جدا في الوقت الراهن. أما بالنسبة إلى العلاقات بين الصين واليابان، أعتقد أن تحسين العلاقات بين البلدين مهم جدا، ليس بالنسبة إلى الجانبين فحسب، بل بالنسبة إلى حماية الأمن واستقرار في شمال شرقي آسيا أيضا، حيث نعرف أن الصين هي ثاني أكبر الاقتصاد في العالم واليابان هي ثالث أكبر الاقتصاد في العالم. فإن تحقيق أو إن تحقيق تحسين العلاقات الثنائية بينهما يعني تساهم كلا الجانبين، فأعتقد أن هذه الخطوة لها أهمية كبيرة. ولكن لاحظنا أن هناك يعني اختلاف يعني بين البلدين في وقت راهن، وخاصة حول مسألة تايوان. أود أن أؤكد أن مسألة تايوان هي من شؤون داخلية صينية، ففي الحقيقة ليس لدي أي دولة أخرى أن تتدخل في الشؤون الداخلية الصينية مهما كان الولايات المتحدة أو اليابان، لأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أبدا. لكن سيد شو شوان، إذا كانت هذه قناعة الصين بأن هناك بعض القضايا لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، فهذا موقف صيني بشكل صارم. سيد شو شوان تسمعني؟ أعتقد أن الصين واليابان ممكن أن تستفيد من بعضها البعض وتعزيز التعاون، ولكن اليابان لا تستطيع أن يعني تلمس الخط الأحمر ألا وهو مسار تايوان بالنسبة إلى الحكومة الصينية. نعم، أنا سأحاول أن أمنح المجال للزملاء حتى نحاول أن نتجاوز هذا العرض التقني، وسأعود لطرح السؤال الذي أردت أن أطرحه على حضرتك، لأنه يبدو أن صوتي لا يصل إلى السيد شو شوان. على أي حال، ما كان يقوله السيد شو شوان هو الإطار الرسمي لهذه العلاقة، بأن هناك موجة من الأجواء التي كانت ساخنة بين الصين واليابان لكل مسبباته، لكن حجم مزيد من الإنفاق الدفاعي لكلتا الدولتين بدأ كبيرا وكبيرا للغاية. الصين تقول أن لديها استراتيجية طويلة الأمد فيما يخص النظر في منظوماتها الدفاعية وقدراتها على تقديم الأسلحة وخلاف ذلك، لكن اليابان كذلك قدمت نهجا مغايرا للعقيدة الدفاعية التي كانت قد دأبت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. عاد إلينا من جديد سيد شو شوان، ونتمنى أن يكون الصوت واصلا بشكل سليم هذه المرة. سيد شو شوان، الصين تقول أن مسألة تايوان هذه قضية داخلية ولا شأن لا لليابان ولا للولايات المتحدة كما تقول، لكن حتى الصين تظهر كثير من الاعتراض أو الامتعاض من نمط العلاقة الذي تقيمه اليابان مثلا مع الولايات المتحدة أو مع كوريا الجنوبية، وترى أن هذا قد يشكل قدرا من التوتر في هذه المنطقة، ألا يعد ذلك أيضا تدخلا في شأن سيادي لليابان؟ في الحقيقة أعتقد أن العلاقات بين الصين واليابان يعني هناك اختلاف كثيرا يعني في العلاقات بينهما، ولكن أعتقد العوامل الأمريكية هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين الصين واليابان. كما نعرف أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى السعود الصينية بشكل سلمي، فدائما تسعى إلى الحد من تنمية الصينية بشكل صارم، حيث تعمل على حلفائها في أوروبية وفي الآسيوية للحد من تنمية الصينية بما فيها كوريا الجنوبية واليابان. ففي هذا الصدد نعرف أن العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية والعلاقات بين الصين واليابان يعني شهدت تدهورا خلال السنوات الماضية، وهذا بسبب الولايات المتحدة. ولكن بصراحة أعتقد أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية كلاهما أو جميعها من دول الآسيوية المهمة، ليس في المجالات السياسية ولكن في مجال الاقتصادية أيضا، فإن تحسين العلاقات بين هذه الدول تصالح هذه الدول بشكل كامل
وبنسبة هل يمكن إلى تحسين هذه جميع الدول العلاقات، بشرق آسيا. هل يمكن بشرق تحسين هذه آسيا نعم. العلاقات إذا كانت اليابان ستحتفظ بعلاقاتها مثلا مع الولايات المتحدة، وهذا يبدو أنه تحالف طويل الأمد؟ هل ستقبل الصين بأن تعاد صياغة العلاقة الصينية اليابانية الصينية الكورية الجنوبية إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى شريكا لهما؟ في الحقيقة نعرف أن بعد الحرب العالمية الثانية كانت العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان وثيقة جدا، حيث لديها اتفاق يعني لاتفاق دفاعي مشترك بين البلدين. فأعتقد في هذا الصدد أعتقد أن الولايات المتحدة واليابان يعني لديها مصالح عسكرية وسياسية أكثر بالمقارنة مع الصين. ولكن كما نعرف أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية كلاهما في شمال شرق آسيا، فإن الحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المنطقة يحتاج إلى جهود مشتركة من قبل هذه الدول الثلاثة. فأعتقد أن هذه الدول ستحافظ على ضبط نفسه لتجنب أي اشتباكات بين هذه نعم، الدول. نعم. بالنسبة إلى الولايات المتحدة أعتقد أنها ستسعى إلى الحد وتسعى إلى تضويق الصين بشكل يعني صارم، ولكن للأسف الشديد قد يعني الصين لا تسمح ذلك، نعم، وستعمل على تعمل على الحصول على جميع المصالح بشكل صارم على بشكل الأقل صارم أيضا، وفق الرواية وتتخذ الصينية. هذا شو شوان الكاتب والمحلل السياسي الصيني، كنت معنا عبر سكايب من مدينة دبي، أشكرك شكرا جزيلا.